اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله. وفي بدايه هذا الحوار ارحب بضيفي الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي في صحيفه الشروق الاستاذ خالد الاتريبي. مساء الخير يا استاذ خالد. مساء الخير يا استاذ محمد، سعداء بوجودك معنا. انا اسعد، واول مره اكون معاك، وان شاء الله ما تكونش اخر مره باذن الله. ان شاء الله. استاذ خالد، شايف الامور ازاي من وقت نهايه المباراه وكل ما اثير بعدها من جدل وحتى الان؟ بدايه لابد ان احنا نسال سؤال، هل احنا مصدومين من خروج المنتخب او المنتخب كان يستحق الخروج؟ الصدمه موجوده علشان اسم منتخب مصر، لان هذا المنتخب بيحمل اسم مصر، ايا كان من يمثله هذا المنتخب بيحمل اسم مصر. صدمتنا في ان المنتخب خرج، لكن احنا كناس المفروض واعيه وعارفه، احنا ما فيش مفاجاه ان المنتخب خرج. ليه؟ للنجاح اسباب، احنا ما اتبعناش اسباب النجاح في حاجات كتيره طبعا هنستفيد فيها في الحديث، لكن الامور ما مشيتش على حسب ما احنا عايزين او حسب ما كل اطراف المنظومه كانت عايزه، باستثناء بعض الاطراف التي لم تقدر حجم البطوله، لم تقدر حجم الحدث اللي بتنظمه مصر في توقيت صعب جدا، الحدث اللي العالم كله اتكلم فيه ان مصر قدرت تنظم بطولة في وقت قصير. لابد ان كان فريق الكرة اللي هيلعب، المنتخب اللي كان هيلعب، لابد ان هو كان يكون كمان على قدر الحدث، والجهاز الفني وجهازهم الفني كمان طبعا، الفريق كله بتتكلم عن الفريق كواحدة، المنظومة كلها الفني. المنظومة كلها كانت بعيدة عن التركيز، بعيدة عن الحدث. المفروض ان هما كانوا شايفين الدولة، شايفين كل اطراف المنظومة على قلب رجل واحد، كله كان بيتحرك في المصلحة، كله الجهاز الفني خفير أجير اختار قائمة معينة، بدأت الناس تنتقد، طلع الناس تتكلم، يا جماعة البطولة عندنا، لابد ان نركز مع المنتخب، لابد ان احنا نحترم اختيارات، ما ننتقدش دلوقتي ندعم المنتخب. وعلى فكرة هي دي الأزمة اللي احنا بنعاني منها، في مصر عامة دايما بننظر للنقد انه ليه مصلحة، او دايما بننظر للنقد انه انتوا مش فاهمين حاجه واحنا اللي فاهمين كل حاجه، دايما قافلين فكره ان احنا ندخل في حوار مع بعض، دايما فاكرين ان كل اللي بره المنظومه، المفروض ان الناس اللي بتنتقد هم جوه المنظومه في الاساس، اللي بينتقد هم الاعلام، النقاد الرياضيين. وصل الامر باحد اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره، هو كابتن سيف زاهر، بدون عدى خلاص مرحله ان احنا نجهل الاسماء، لابد ان احنا نقول كل واحد قال ايه وعمل ايه امتى وفين وازاي. كابتن سيف زاهر، واحنا بننتقد اداء المنتخب الوطني، واحنا بننتقد اداء محمد صلاح، نجمنا طبعا محمد صلاح، طلع في البرنامج بتاعه وبيقول انتوا بتنتقدوا في ايه، محمد صلاح مش شايفكم. هي دي الازمه، الازمه ان مسؤول بيطلع يقول لي ان لعيب او المنتخب مش شايفني، ده غلط، مش مقصودش انا، اقصد الاعلام، اقصد ردود الافعال، غلط انه مش شايفني. ما تقوليش اصله في معسكر ومركز، ابدا، اللعيبه سهرانه طول الليل والنهار على 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 مواقع التواصل الاجتماعي، وده قصه ثانيه هنتكلم فيها. ما ينفعش تقول لي مش شايفني، ليه مش شايفني؟ انا بهدف لمصلحتك، انا كاعلام بدور على مصلحتك، كلنا في التوقيت ده عايزين نشوف مصلحة منتخب مصر. كل طرف في أطراف المنظومة لم يغزل مصر إلا المفروض الناس اللي كانت ما تغزلناش، هم اللي خزلنا. يعني ببساطة كده أو بشكل مباشر جدا، كلامك معناه يا أستاذ خالد أنه المنتخب كجهاز فني ولاعبين، ومن وجهة نظرك اللي أنا شايفه بين السطور كمان اتحاد الكرة، هذه المجموعة لم تكن على مستوى الجهد المبذول من كل الاطراف الثانيه اللي بتشتغل عشان البطوله تاني. يعني لا اخفى عليك سرا ان بعض اعضاء مجلس اتحاد الكوره، ودي معلومات، كانوا متضايقين ان مصر هتنظم بطوله، عشان عارفين ان مصر فنيا غير مؤهله ان هي تنافس على البطوله، وكانوا عارفين ان الخروج من بره غير الخروج من جوه، وكانوا عارفين ان هم لو خرجوا في اي وقت في اي دور كان ده دي شهاده الوفاه للمجلس ان هو هيمشي، هم كانوا عارفين ده، كانوا عارفين. طيب ده. من لحظه نهايه المباراه والغضب الجماهيري، الناس زعلانه وبتتكلم بتوازن شديد جدا عن انه لابد من انطلاقه جديده وتغيير مهم وشامل وجذري في اتحاد الكوره وفي منظومه كره القدم وفي اختيار الاجهزه الفنيه واللاعبين الاحق بارتداء تيشيرت منتخب مصر او فانيله المنتخب،
وانه الناس بتقول في بطوله على ارضنا. عايز اتكلم في النقطه دي شويه وهرجع للفنيات الخاصه بالبطوله ومستوى منتخب مصر فيها. كيف نتعامل مع واقع اننا كلنا يهمنا البطوله تنجح وان البطوله ما زالت بتجري ويتم تنظيمها ونستضيفها في مصر وان ده حدث مهم. ما ينفعش ان احنا نخلط الاوراق ولازم كلنا نشتغل على انه باي شكل نقوم باحداث التوازن اللي ممكن يساعد على نجاح البطوله واستكمالها بنفس الشكل اللي بدات بيه. هي البطوله بدات ناجحه وهتنجح وهتستمر في النجاح. انا في اول كلامي قلت النجاح ليه اسباب، زي ما قلت لحضرتك في الاول برضو ان كل الاطراف المعنيه في البلد اللي عايزه تنجح البطوله عملت كل اللي عليها، فبالتالي هي هتستمر نفس الاداء عشان تنجح البطوله. ابدا مصير البطوله مش مرتبط بفريق كوره، البطوله اكبر من كده بكتير. اسم مصر اكبر من ان انا اربطه باسم فريق كوره، ايا كان مين النجوم اللي فيه، ايا كان دول سواء خدوا البطوله او اولادنا برضو، سواء ما خدوش البطوله او احنا لما بنتكلم يا استاذ محمد بنتكلم علشان عايزين المصلحه، عايزين مصلحه المنتخب. انما بالتاكيد البطولة أنا عندي ثقة 100% إن البطولة هتستمر في هذا النجاح. البطولة كل يوم زي ما احنا شايفين البطولة المباريات اللي فيها قوية وهتستمر في القوة وصعود منتخب الجزائر وتواجده منتخب عربي وإن شاء الله تونس تكمل، ده هيكون في توافد برضو من الجاليات العربية. احنا كجمهور مصري هنشجع الفرق المصرية الفرق العربية. حتى كان في اهتمام جماهيري بمباراة ما دام الطرفين أقوياء وفي تقارب في المستوى بينهم، مباراة الكاميرون ونيجيريا اللي انتهت بفوز نيجيريا، بدأ الجمهور يدور على المباريات خلاص اللي بيلتقي فيها فريقين أقوياء جدا. هو أنا أسأل سؤال، هل اهتمامنا كجمهور كورة في مصر بمباراة المنتخب بس ولا كان كل الناس بتتفرج على كل المباريات؟ ما اختلفش حاجة، هو احنا اللي اختلف هو شغفنا لمنتخب بلدنا، احنا مستنيين ان احنا كنا نشوف كل مباراة للمنتخب. انما المحب للكورة واغلب المصريين محبين للكورة اكيد هما نفسهم كمان البطولة تنجح، مفيش حد هيعطل مسيرة نجاح البطولة عشان البطولة كل الأسباب زي ما قلت لك اللي توفرت من قبل البطولة حتى الآن وصولنا للختام إن شاء الله هتكون على أعلى مستوى. إيه الحاجات المؤكدة حتى الآن في كل ما أثير عبر الصحافة المصرية وعبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؟ إقالة، استقالة، في حالة عدم رضا، في اتجاه لأن تبدأ بعض التحقيقات في أمور إدارية وفنية ومالية إلى آخر هذه الأمور لمحاسبة المقصر او المخطئ اللي بيثبت انه مخطئ او مقصر. ما المؤكد حتى الان وكيف ترى شكل اتحاد الكوره والفتره الجايه ملامح اتحاد الكوره ما بعد هذه السلسله من الاستقالات؟ المؤكد حتى الوقت الحالي ان المفروض اللي هو ثروت سويلم توجه لاتحاد الكوره علشان يتسلم مهام وظيفته. ما يثار وما يشاع وما يتردد هو ان اللي هو ثروت سويلم يدرس التقدم باستقالته من منصبه. وهنا هيكون في موضوع ان لابد ان علشان كمدير تنفيذي يستقيل من منصبه لابد انه يقدم استقالته لاتحاد الكوره، اتحاد الكوره مش موجود. هنا المخرج القانوني اللي ممكن يتحضر له او ممكن يكون موجود هو يقدم استقالته لوزير الرياضه الدكتور اشرف صبحي واللجنه الاولمبيه اللي بدورهم هيخاطبوا الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا علشان يقولوا سواء تعيين لجنه مؤقته تدير الامور لحين انتخاب مجلس جديد او تعيين مجلس مؤقت لمده عام مع وده هيكون بره اللائحه طبعا باستثناء طبعا من الاتحاد الدولي. كل ده بيتقال. المؤكد حاليا الوقت كان بسيط لسه، المرحله الضوئيه اللي المفروض وزاره الرياضه بقياده الوزير اشرف صبحي دكتور اشرف صبحي اللي انا اعرفه اللي هو بيبذل مجهودات مكثفه في الوقت الحالي للخروج من الازمه الحاليه. هل اللي هو صلى الله عليه وسلم هيكمل ولا لا؟ هل من مصلحه الكره المصريه اصلا ان هو يكمل ولا لا؟ هل من مصلحه الكره المصريه وجود اي وجه من الوجوه دي في اتحاد الكوره موجود ولا لا؟ ده اللي هيبان في الفتره اللي جايه وعلى حسب التوجهات الموجوده هل هيفضل موجود ولا لا؟ لسه منتظرين. طيب. هل كان يفترض ام لا ان كل اعضاء اتحاد الكره المصري يقولوا يا جماعه احنا ما زلنا تحت تصرف المسؤولين عن الرياضه والكره طالما استمرت هذه البطوله وان استقالتنا مرتبطه بتوقيت نهايه البطوله على اقل تقدير، ولا هم عملهم منفصل تماما باستثناء المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد اللي هو كمان ضمن اللجنه المنظمه للبطوله واللي بتدير البطوله فقال انا باقي في منصبي في اللجنه للقيام بدوري لان البطوله مستمره، هم ما كانش ليهم ادوار خالص في اداره البطوله؟
هو ما كانش ينفع وجودهم اصلا. يعني ما كانش ينفع يستمروا يوم واحد. الراي العام رافض خلاص الاستمرار خالص. هو طبيعي ممارسات اعضاء اتحاد الكوره تاني من ده. ممارسات اعضاء اتحاد الكوره طوال الفتره الماضيه احنا مش عايزين نحط راسنا في الرمل. هذه الممارسات جعلت البعض يتمنى اشياء بعيده عن اللي هي تحصل. يعني طيب. سنتوقف مع فاصل قصير. اسمح لي يا استاذ خالد فاصل قصير نتوقف معكم مشاهدينا الان ونعود بعد الفاصل لاستكمال هذا الحوار. تابعونا. اهلا بحضراتكم مره تانية. لسه معاكم من خلال الاهلي الليله ونجدد الترحيب بالناقد الرياضي الاستاذ خالد الاتربي رئيس القسم الرياضي في صحيفه الشروق. استاذ خالد قبل الفاصل كنا بنتكلم عن او بتقول انك مش مع الاراء اللي قالت انه لابد ان كل اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره كانوا يقولوا ان هم موجودين حتى تنتهي البطوله وحتى لو استقالاتهم اتقدمت بالفعل تبقى دي مرتبطه بنهايه البطوله او توقيتها مصاحب لنهايه البطوله، لكن قلت ان الراي العام لم يكن ليقبل استمرارهم او بقائهم في المشهد بالتأكيد. بعد اللي حصل بالتاكيد نمرة واحد لأنه غير مقبول بالنسبة للناس إن هم يظلوا في أماكنهم. وأنا عايز أقول لك يعني أنا كنت متوقع أن بعد المباراة مباشرة حتى لو تأخروا ساعات معينة سواء تقدموا باستقالتهم بإرادتهم يعني بتفكير انفعالي أو بتفكير ترياسوا شوية، أنا كان شايف إن على طول بدون تفكير يعني مش يعني الموضوع مش محتاج تفكير خالص. هل كان في مجاملات في بعض الاختيارات؟ عناصر لم تنجح خلال الفترة اللي فاتت مع هيكتور كوبر، الأمور ما كانتش بصمتهم في العمل ما كانتش نتائجها إيجابية لا على مستوى الشغل الفني في المنتخب ولا على مستوى التركيز والانضباط والجانب الإدارية والتنظيمية. بعض الناس قالت هل كل من يدخل الجهاز الفني للمنتخب هو مؤهل وعنده سي في أو السيرة الذاتية اللي تسمح له بده، ولا في مجاملات وصداقات واختيارات بتخلي ناس ما عندهمش الدراية في المنطقة دي وبيشتغلوا فيها واخدين مناصب مهمة جدا ومؤثرة؟ من ناحيه المجاملات كان في مجاملات يعني انا من وجهه نظري كان في يعني مثلا انا ما فهمتش قرار عوده المهندس ايهاب الهيطه للمنتخب مدير المنتخب ليه؟ اولا ليه كنت ضد قرار عودته او ليه كنت شايف انه يجب الا يستمر؟ بسبب الكوارث اللي حصلت في معسكر روسيا، بسبب ان احنا كنا منتظرين اصلا ان هذا الاتحاد يقدم استقالته عقب العوده من روسيا. اما وان الاتحاد استمر أين البحث عن الأخطاء؟ الفكرة كلها إن إحنا هنا خاصة في التعامل مع الكرة والتعامل مع اتحاد الكرة على مدار السنين. الفكرة اللي إحنا فيه دلوقتي هو نسخة كربونية مما يحدث على مدار التاريخ. هيجان، غضب، حديث في الإعلام، لجان ثم لجان ثم لجان ثم تنتهي نفس اللجوء، نفس الأشخاص، نفس السياسات اللي أصلا مش موجودة. سياسه خد ده وانا يعني سيب ونسيب، وسياسه ان مصلحتي هنا او لا مصلحتي مش هنا، انت مصلحتك معايا هنا. هي دي السياسات اللي احنا ماشيين بيها. ده اذا اجيز لينا ان احنا نتكلم على هذا المنطلق او هذا المبدا ان ده سياسه. لابد من النظر للتاريخ ولابد من مراعاه هذا في المستقبل. احنا بنعيد كل شويه احنا كجيل المفروض عاصر يعتبر فتره طويله مع الاتحاد الكره ده بنفس الوجوه، عاصر الاتحاد اللي قبله مع النجاحات على فكره. يعني حتى لما كنا بننجح كنا برضو مش ما تتخيلش احنا كنا موفرين اسباب النجاح برضو. هي الفكره كلها انا وفقت ولا ما وفقتش. طيب هل احنا منصفين دايما في نقدنا ولا احيانا الناس بتبالغ او بتبقى متحامله على كل الاشخاص او ان السيئه بتعم؟ يعني بعد كاس العالم كان في مطالبات بتجديد الجهاز طبعا وتغيير الجهاز ورحيل كوبر بعد المستوى الهزيل اللي ظهرنا عليه ونتائجنا في كاس العالم طبعا غير المقبوله. ان الناس قالت ليه استمرت بعض الاسماء في الجهاز زي كابتن احمد ناجي وكابتن ايهاب الهيطه. كابتن ناجي شفنا بصماته وناس كتير بتشيد بادائه وقدراته كمدرب، وادي انعكاس مستواه على الشناوي اللي الكل بيجمع انه خارج اطار النقد بالنسبه للبطوله الافريقيه والناس راضيه عنه جدا. ده شغل كابتن احمد ناجي. 16 تصدي
لاربع في اربع مباريات. الجمهور سعيد بيه جدا رغم حزن يعني الناس على الخروج. عارف يعني ايه لما تكون انت حارس منتخبك يعمل 16 تصدي؟ ده معناه انك دفاعيا ما كنتش موجود خالص، معناها ان انت مش معروف لك خطه، انت مش عارف هتعمل ايه. ان احنا طول الوقت اللعب عند مرمى منتخب مصر، الضغط علينا طول الوقت، والمفروض ان انا بلعب على ارضي، والمفروض اني بلعب خطه هجوميه، بس الجون بتاعي هو اللي شايلني. طيب ازاي نسمع راي فني مهم جدا اللي هيشارك معانا دلوقتي، واحد من الكوادر اصحاب الخبرات الكبيره في عالم التدريب وله بصمات وسيره ذاتيه غنيه عن التعريف، كابتن علاء نبيل بتاريخه الكبير طبعا مع الانديه والمنتخبات داخل وخارج مصر. كابتن علاء مساء الخير. اهلا بحضرتك وسعداء بمشاركتك معنا وبيسمعك معنا كمان ضيفنا في الاستوديو الاستاذ خالد الاتريبي رئيس القسم الرياضي في صحيفه الشروق. اهلا خالد بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا كابتن. كابتن علاء، حابب تقول ايه فنيا عن مستوى منتخب مصر، عن شغل اجاري وجهازه الفني، عن مستوى لاعبينا في كاس الامم الافريقيه 2019؟ طبعا مستوى فقير جدا فني، سواء من المدير الفني وجهازه، مستوى فقير جدا من اللعيبه في الملعب صراحه. يعني كله يتحمل المسؤوليه، اللي احنا شفناه في الملعب ده لا يخص كره القدم شيء. انا كلكم واللي حصل في اخر 10 دقائق بعد الهدف، اللي انا اشوف منتخب مصر بيلعب الكره، يعني انا بالظبط كاني كنت بتفرج على فرقه شركات اخر 10 دقائق من ورا، عمال يديها لقدام، شلوت لقدام، عمرها ما كانت كده كرة القدم. والمنتخب جنوب افريقيا هدد مرمانا تاني في الوقت، في الدقائق اللي بعد الهدف. طبعا كان هجيب هدف تاني، تمام. فانا شايف ان هو كان اداء فقير جدا من الجانبين. انا كنت معترض على الاختيارات من اول يوم، كنت معترض على الاختيارات واعلانها في توقيت سيء جدا. ده فن بقى، ده فن اعلان القايمه والتوقيت اللي انت تعلن فيه القايمه. لما تعلن القايمه في يوم كان عندك 5 مباريات في منتهى الاهميه، مباريات تحدد مين اللي هيهبط، وتعلن الاسماء يوميها الصبح، وتخلي لعيبه بتلعب انديتها مش شايفه قدامها عشان اسمها مش موجود في المنتخب، فده سوري في اللفظ يعتبر غباء، تمام. حتى لعيبه النادي الاهلي كان عندها ثاني يوم مباراه اللي هيتعدد فيه. كان في لعيبه برضه كانت المفروض موجوده في المنتخب وما لقيتش اساميها، اتاثرت جدا والنادي اتاثر جدا باداء هذا اللاعبين بسبب التوقيت. القايمه فاشله، القايمه يعني لو واحد مبتدئ في كره القدم ما كانش حط القايمه دي ولا حط الاسماء دي، لا بديل ولا مراكز ولا القايمه دي. انا عايز مجموعه اسماء من كابتن علاء نبيل، حضرتك شايف بخبراتك الكبيره في مجال كره القدم انها كان لابد ان تكون ضمن قائمه المنتخب، سواء بقى هيبدا بيهم الجهاز كاساسيين على دكه البدلاء، انما اوراق موجوده مع الجهاز الفني في بطوله افريقيا. مين الاسماء اللي حضرتك شايف انها كانت تستحق التواجد وظلمت بالخروج من قائمه المنتخب؟ محمد هاني، عبد الله جمعه، عمرو السوليه، رمضان صبحي، كهربا، عواد، دول كان لازم يبقى لهم دور مقارنة باللي اسمائهم موجودة. مقارنة باللي اسمائهم موجودة، لا دول احسن، دول يسدوا لك الثغرات اللي كانت عندك لو حالة اصابة او حالة لعيب غير متواجد في الفرقة، فمستواه الفني ضعيف. لكن انت النهاردة اختياراتك اجبرتك على التغييرات، اجبرتك على التشكيل، عشان انت الواضح جدا انت ما عندكش خبرة في إدارة المنتخبات أو عارف يعني إيه دورة مجمعة أو 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 أو. وقلنا هذا الكلام قبل البطولة وتحقق الكلام. كانت ناس بتقول لك أنتوا ليه مسودينا، أنتوا ليه مش عارف إيه، كلامنا في الآخر طلع صح الحمد لله. طيب على مستوى الأجهزة الفنية، ما هي نوعية المدير الفني الأجنبي اللي إحنا بنقرر نتعاقد معاه بقيمة مالية ما بيلاقيهاش قبل أو بعد وجوده مع منتخب مصر في أي مكان تاني في العالم؟ هل هي إضافات فنية أم نحصل على تعاقدات مع أسماء فاشلة في عالم كرة القدم بتنزل مستوى الأداء لشكل عمرنا ما شفناه مع أي مدير فني مصري، وبتاخد أضعاف 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 ما يحصل عليه المدير الفني المصري حضرتك؟ غير المبالغ، غير المبالغ أستاذ محمد، ياخد صلاحيات ما بياخدهاش مدير فني أصلا. صحيح. يعني غير المبالغ، صلاحيات نفسها. انت لو مدرب مصري قلت له مش عارف، يقول لك لا انت عايز اعمل 3 مباريات، اي مباراه مش عارف عايز عشان لا، هي مش هي كده، انا عايش في منتخبات وعارف. فالمدير الفني الاجنبي اللي بيجي على شايف، انا شايف ان المدرب المصري احسن منه 100 مره، وانا عشت التجربه دي وعارف يعني ايه مدرب مصري يقعد مع لعيب بالليل في اوضته، يقعد يتكلم معاه ويشجعه ويقول له اخطائه ايه، تفرق كتير قوي.
مع اللعيبه المصريه، اللعيب المصري احنا لينا نوعيه خاصه باللعيبه. فاعتقد ان انا كنا غير موفقين. حتى الناس النهارده تقول لك مستر كوبر كان مستر كوبر كرهنا برضه في كره القدم. يعني مش عشان ده وحش وسيء يبقى اللي قبليه احسن، لا الاثنين سيئين. الحقيقه الاثنين، الحقيقه الاثنين نفس النوعيه من المدربين. يعني الاداء ما كانش مرضي وايام كوبر. اتفضل يا كابتن علي. اتفضل. لا، ايام كوبر كان نفس النقد وكان الجمهور غير راضي عن الاداء، وشفنا انعكاس ده على مستوى فريقنا في نهائيات كاس العالم، وحتى على خروجنا في النهائي الافريقي اللي عمرنا ما كنا بنخسر في نهائي كاس الامم الافريقيه. يعني بص حضرتك، احنا دايما عندنا عاده يقول لك الله يرحمه كان كويس. تمام. لا احنا مش عشان ده طلع سيء جدا يبقى ده كان كويس. صحيح. اللي فات كرهنا في كره القدم ومتعه كره القدم، وده ما يعني قال يعني واحد ما عندوش فكره عن التدريب صراحه. صحيح. يعني صحيح. فده انا شايف الاداء، وبعدين برضو لازم نقف نقول ستوب، لابد من مراجعه اللي احنا هو ده القماش اللي موجود عندنا يا جماعه. عشان يبقى صراحة لازم دي القماش اللي عندنا ودي اللعيبه اللي عندنا، ما عشان ما نقولش بقى اصل فلان يعني احنا لو طلعت اثنين ثلاثه يعني مميزين في الدوري العام او في لعيبه مصر نقول الحمد لله. هو ده وده حظنا، مش ده بتبقى اجيال مقارنه بالجيل اللي قبله. لا ده فين والجيل اللي قبله فين. يعني هي بتبقى حظوظ. عايزين نشتغل على ازاي نبقى عندنا بعد كده جيل من المحترم من المواهب ومن ونطور ونعلم وكل حاجه. صحيح، كلام مهم جدا. بشكرك على المشاركه معنا في هذا الحوار كابتن علاء نبيل، طبعا صاحب الخبرات الكبيره في عالم التدريب في كره القدم سواء داخل او خارج الملاعب المصريه. شكرا جزيلا لك يا كابتن علاء على هذه المشاركه معنا في الحوار. تعقيبك استاذ خالد على اللي قاله كابتن علاء. في نقطتين. النقطه الاولى اللي هو الكابتن علاء اتكلم على نقطه الحافز النفسي او العامل النفسي للاعب المصري. واضح جدا ان لعيبه المنتخب المصري ما حدش بيتكلم معاه او بيتكلم من منطلق كلام فني اللي هو ضغط كله فني. قصه انك تقعد تحفز اللعيبه معنويا ده ما كانش باين حتى بعد ما دخل فيك الهدف. المفروض انك بتقاتل في الملعب، المفروض انك فاضل 7-8 دقائق، المفروض نشوف منتخب مصر قدام جون قدام مرمى جنوب افريقيا. قبل الهدف قبل الهدف المفروض انك منتخب مصر وسط يعني على ارضك وسط جمهورك، لابد انك بتقاتل علشان المكسب اتاخر. لابد ان انا ما اوصلش لمرحله ان انا استقبل الهدف في الدقيقه الاخيره. لابد ان ما اوصلش للمرحله دي. مفيش اي حتى رد فعل من اللعيبه. احنا مش جايين نقطع في اللعيبه زي ما او الناس تفكر ان احنا بننتقد في اللعيبه. هم ما ادوش الاداء اللي يخليك. على فكره احنا ممكن نتقبل فكره اخسر، اصل الكوره مش معادله حسابيه 1+1=2 ابدا. انا ممكن افضل اقاتل في الملعب وثلاث اربع كور يجوا في العارضه ضرب الجزاء ما تحسبش، استقبل جون في الاخر يبقى انا خسرت. انا ابقى راضي، الفريق عمل اللي عليه، انا بذل مجهود وعمل. انا ما كنتش في يومي النهارده. انما لا نتيجه ولا اداء صعب. طب في اسئله سريعه في الدقائق المتبقيه عايز اعرف رايك فيها يا استاذ خالد. نتكلم في اصعب منطقه ممكن الحديث عنها، لازم الحديث عنها يبقى بدرجه عاليه جدا من الوعي. محمد صلاح سوبر ستار عالمي وليس مصري فقط او افريقي فقط، وافضل نجوم الكره المصريه حاليا على الاطلاق، يعني محدش يختلف على ده. وممكن نقول العالم كله بيشيد وارقامه القياسيه الى اخر هذه الامور. في حاله غريبه جدا، في اصوات بتهاجمه بشده في السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي. في ناس بتقول انه كان مقصر او لم يقدم ما هو متوقع منه او ما يليق بقدراته وخبراته. في ناس بتقول لا يا جماعه هو مش بيلعب كره لوحده، دي لعبه جماعيه. هو منهك ومرهق من موسم طويل جدا، هو ما لقاش الدعم من مجموعه لاعبين او من شغل جهاز فني مشابه لما يجده من دعم في ليفربول عشان يقدم نفس المستوى. في ناس بتقول لا هو لم يقدم نفس قدر من العطاء. شايف الاشكاليه دي كلها ازاي؟ طيب ناخدها كده واحده واحده. منهك ساديو ماني لسه مكمل وبيقود فريقه عشان يوصل خلاص، يعني هو نفس الظروف نفس الضغوط نفس التوقيت، هو الموضوع ده منتهي. انا شايف ان صلاح لم يقدر حجم البطوله، بمعنى ان لما يكون تجمع المنتخب المصري للمعسكر يوم 6 وصلاح انضم للمعسكر يوم 12 في خلل عايز يرتاح مفيش مشكله، بس لو انت بترتاح لابد ان يكون الجهاز الفني عارف انت هترجع امتى.
لابد ان يكون الـ طب عفوا مين اللي قال ان الجهاز الفني ما كانش عارف او انه مش متفق؟ ده ما كتب في الصحافه وقتها انه في اتفاق بين الجهاز الفني والمسؤولين في الاتحاد مع محمد صلاح على الاجازه. بعد التساؤلات هو فين محمد صلاح لما نسال المدير المنتخب اللي دي اول وظايفه الاساسيه، محمد صلاح هيجي يقول مش عارف الموضوع ده بينه وبين اجيري، وظيفتك ايه؟ في لخبطه اداريه في 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 المنتخب. ليه محمد صلاح تجاوز مدير المنتخب وتواصل مباشره مع الجهاز الفني واخطره بموعد وصوله للمعسكر؟ نمره 2. نمره 3 تدخله في ازمه عمرو ورده. كل دي امور بتلقي دي بتسببت انتقادات كبيره جدا شايفها من كل الناس، حتى محبي طبعا كل الناس اللي هي على فكره عارفك مش احنا بنقول كده، الاعلام اللي بره بيقول كده. وده عالميا كمان كان مثار جدل او نقد. امبارح الكيب الفرنسيه والموند الاسبانيه بتتكلم بيقول لك ان صلاح فقد فرصه الكيب قالت فقد فرصه فرص عديده للتتويج بالكره الذهبيه. الموند قالت ان مساندته لعمرو ورده في الازمه كان ليها دور في انه يفقد انا بتكلم في الفوز. انا بتكلم عن صحف عالميه كبيره. هو فعلا في انتقادات في بعض الصحف العالميه لموقفه في الازمه دي او تدخله. طبعا هو قاد كما من النجوم اللي قادوا هذا الموقف الجماعي للاعبين، عشان ما نقولش انه لوحده واللاعبين اجتمعوا. لابد ان احنا نقول نحب محمد صلاح ونقدر محمد صلاح قيمه كبيره لا يمكن انكارها. ما انا عايز كمان قبل ما تقول الجمله دي يا استاذ خالد الفت نظرك، انا كمان بحط نفسي مكان المشاهد اللي بيسمعنا دلوقتي او بيتابعنا دلوقتي. في ناس بتقول انتوا كل ما تلاقوا حاجه حلوه يا جماعه هتكسروا فيها ما يبقى لعيب. لا مش انت شخصيا او احنا، انا بتكلم بشكل عام ان لما الناس بتلاقي هجوم على صلاح بيقولوا يا جماعه انتوا جايين لما بقى عندنا لاعب عالمي ودخل في التصنيف الثالث في الفتره اللي فاتت في اختيار اللاعبين، اللاعب اللي حصل على الكره الذهبيه جاء ثالثا وارقام قياسيه لم يحققها لاعب في تاريخ الكره المصريه في دوري من اصعب الدوريات. فالناس بتقول لنا ايه ده؟ ايه النقد ده؟ ازاي الناس بتنتقده؟ وناس ثانيه بتقول لا ده مرتبط كمان باننا رغم كل النجاحات دي اللي احنا سعداء بيها لا عايزين نشوف نفس القدر من العطاء مع منتخب مصر. احنا لسه سؤال المردود ده اللي احنا عايزينه مع المنتخب. لسه سؤال هنا، هل ميسي لا ينتقد؟ لا ينتقد، وكريستيانو بينتقد وكل نجوم العالم. المشكله فينا احنا، المشكله فينا احنا نظرتنا للنقد ايه؟ احنا بنبص للنقد ده ازاي؟ احنا للاسف لحد النهارده ما اتعلمناش ان في راي وراي اخر، ما اتعلمناش ان انا ممكن اكون بحب محمد صلاح وبكون بقدره ويكون كل اللي عندي اولادي وكله لو سمعني مثلا بنتقد محمد صلاح يزعل، بس في النهايه ده في صالح محمد صلاح، ده في صالح المنتخب. محمد صلاح لا يمثل نفسه. بص يا استاذ محمد، ولو حد هيزعل مفيش حد كبير على اسم مصر، مفيش حد اكبر من منتخب مصر، مفيش حد اكبر من اسم مصر. كل من يقترن اسمه بمصر هو المستفيد. انا متفق معاك في انه مهما على نجم اي لاعب او شان اي لاعب وحاجه تسعدنا وبنفتخر بيها كلنا من نلاقي نجاحات عالميه لنجوم مصريين سواء في الرياضه او خارج الرياضه، لكن الكل دايما لازم عندما نتحدث عن وطنه انه يبقى داخل المنظومه وداخل الاطار ده ومحب لهذا الوطن. واحنا مش مختلفين مع نوايا حد او بنقول مين بيحبه ومين يكره. احنا ربنا ما خلقناش، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما قالناش او ما اديناش الحق نصنف نوايا الناس. يعني انا ضد فكره مين بيحبه ومين بيكره دي، انها مش بتاعت حد يعني. لكن احنا لينا العطاء بالظبط، بتتكلم عن انه يبقى مردود عطاء كل واحد لبلده بنفس القدر. في الفكره كمان ان في نوع من الضبابيه مش مفهوم. بمعنى لما يتردد كلام، ومش كلام على نطاق ضيق، نطاق واسع، ان محمد صلاح خرج من معسكر المنتخب وراح الغردقه علشان يقابل سيرجيو راموس وما نلاقيش نفي او تاكيد الى الان، برضه في مشكله. احنا بنخبي على مين وليه؟ هو راح بس كان في خلال يومين اللي فاتوا نفي للحكايه دي من كتير قوي. ما أنا كل اللي بنسمعه ان النجوم نفسهم المنتخب نفوا هذا الامر، ولكن لم يتم الاعلان. كلامك صح، انك لازم اعلان رسمي للرد على هذا الكلام وتكذيبه لو كان لم يحدث، وحساب كمان الاثار الشائعه دي، ولو كان صح يبقى امر طبعا يستحق وقفه ومحاسبه. يعني ليه معسكر المنتخب في الفترات الاخيره دايما في ازمات؟ ليه؟ ايه السبب؟ ايه السبب؟ ما هو في النهايه السبب ان انا بكافئ المخطئ ما بعاقبوش. طيب يعني ايه اللي هيحصل في الفتره الجايه؟ الجمهور كمان اللي بيسمعك دلوقتي ومشاهدي قناه الاهلي، استاذ خالد اللي واصل لكم فيه الى مسامع الصحفيين والنقاد الرياضيين والاعلاميين الرياضيين في الفتره اللي فاتت، ما هو ابرز ما سيحدد شكل المشهد الخاص بكره القدم اللي هيرسم ملامح المرحله الجايه، الانتخابات الجايه، مين ممكن يترشح، موقف الدوله، الاتجاه رايح لفين بشان كره القدم في مصر؟ بص عشان الوقت كان ضيق فانا لابد، انا عندي بس مناشده الاول. انا نمت صحيت من النوم لقيت نص مصر مرشحه ان هي تمسك سواء في الجهاز الفني مكان اجيري او في مجلس اداره اتحاد الكره. يبقى رجاء، احنا بنتكلم عن مصر
الكرة المصرية في مرحلة حرجة. على كل من يشعر بأهمية كلمته، على كل من يشعر أنه مسؤول تجاه هذا البلد، أنه كفاية بقى تزكية صحابي، كفاية أن أنا لي على علاقة بصديقي الفلان، أنا كإعلامي على علاقة بصديقي الفلان الفلاني، اطرح ارشح الاسم او اطرح الاسم بدون اي خلينا مرشح. نتكلم على الكفاءات بقى، نختار الانسب او الاكفى. كفايه بقى كفايه هتتكلم، يعني اللي يتكلم يتكلم بالمعلومه. قصدك ان هي سمات المرحله اللي فاتت كانت كلها الصداقات والمجاملات طبعا طبعا. وللاسف احنا برضو بنتورط فيها، احنا بنتورط فيها ان احنا بنردد هذا الكلام. المفروض حضرتك سالتني سؤال، انا قلت لحضرتك الوقت ضيق، اللي طلع كلام كتير بس الكلام المؤكد لسه ما طلعش، فانا ما اقدرش اطلع افتي. يا ريت كل واحد أنا بزكيش نفسي، بس الفكرة كلها هتقول إيه وإمتى وفين. إيه دلوقتي أنت في مرحلة حرجة، أي كلام ممكن يؤثر على الجماهير. طرح اسم مش مقبول سواء جهاز فني أو في الإدارة تثير الجماهير أكتر، أنت في مرحلة مش مستحملة، أنت عايز الناس تقعد تفكر بهدوء. ما نحتاجه هو التفكير، هو الأساس العلمي. هل تعتقد أن أعضاء الاتحاد الكرة اللي هو من بقي منهم حتى الآن ولم يتقدم باستقالته ومن تقدم باستقالته؟ لا، الجميع استقال. الجميع استقال خلاص، يعني في اللحظة اللي نتكلم فيها. هل سيغيب أو ستغيب هذه الأسماء نتمنى. عن المشهد في الفترة الجاية؟ نتمنى. أم يمكن إعادة طرح الأسماء دي من خلال انتخابات قادمة؟ نتمنى. وهنا بنناشد الجمعية العمومية وقلنا كتير في نقطتين في النقطة دي. أولا لابد ألا يتساوى صوت الأندية الكبيرة بأصوات مراكز الشباب مع خلل في منظومة أو في طريقة انتخابات اتحاد الكرة نفسها. الأندية الكبيرة تفكر في مصلحتها الشخصية، نعم، تفكر في مصلحة البلد، نعم، تفكر في من سيمثلها، تفكر في من سيدير المنظومة لها. أما مراكز الشباب تبحث عن المصلحة فقط، مع احترامنا الكامل. رؤساء الأندية ومجالس الإدارات الأندية هنا تفكيرها غير هنا. طيب. قوة وثقة وثقل الأندية هنا غير هنا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، كفاية يا جمعية عمومية نفس الوجوه بنفس التربطات بنفس التفكير. فكروا على فكرة لما يجي مجلس إدارة منتخب أكاديمي إداري دارس كويس هيصوب في مصلحة الجميع والله. طيب هختتم بنقطتين عشان آخر نقطة، احنا في أقل من دقيقتين إذا أمكن يا أستاذ خالد. النقطة الأخيرة هنكون فيها قدر من التفاؤل رغم صعوبة اللي حصل طبعا مع منتخبنا، أو ما فعلوا الجهاز الفني ونجوم منتخبنا وما قدموه أو ما لم يقدموه في هذه البطولة الحقيقة. أخيرا الأمور المالية قبل ما نتكلم عن تفاؤلنا والمطلوب مننا كلنا وأدوارنا اللي ممكن نكمل بيها بعض عشان نجاح البطولة واستمرار نجاحها. هختتم بسؤال أخير، هل تعتقد أن الأمور محتاجة مراجعة دقيقة جدا مالية وإدارية لآليات الاختيار اللي بنجيب بيها أفشل نوعية والأقل كفاءة من بين مدربي العالم ونفضلهم على كفاءات مصرية تاريخها وبصماتها وسيفيهاتها أحسن وحققت معنا بطولات قبل كده، وهم اللي بياخدوا أضعاف أضعافها من الفلوس رغم أنه هم في بورصة المدربين عالميا مش بالأسعار دي؟ الموضوع ده محتاج وقفة، فكرة التقييم وبنتفاوض ازاي وبنتعاقد ازاي مع مدير فني اجنبي، وليه بيقبض عندنا اكتر ما كان بيقبض في اي منتخب تاني قبل وبعد منتخب مصر؟ محتاجين نعمل وقفة للكلام ده ولا لا؟ او الموضوع ده محتاج مراجعة عملية دقيقة ولا لا؟ لازم لازم، وده اللي يقال انه هيحصل، ان في تحقيقات هتحصل فيما مضى. فاعتقد ان التحقيقات لما تظهر نتيجتها فيما مضى ويكون في فعلا لو المخطئ يعاقب، المخطئ يعاقب، اللي جاي بعده شاف نفس المعايير اتطبقت وعوقب اللي قبله اكيد مش هيعمل ده. يبقى في وقفه حقيقيه طبعاً. لو ثبت ان في حد فعلا اخطا عن عمد في امور في امر مالي ما بشكل من الامور ده مال عام، يعني ده في الحاجات دي لابد من التاكد انه على اقل تقدير لو حدث شيء يبقى عن عدم كفاءه او عن غير عمد. أنا ما يبقاش فعليا في حاجه. عندي مطلب اثير في الفتره الاخيره وطلب اكتر من حد ما اثير في الفتره الاخيره، وتصريحات منهم نادر شوقي وكيل اللاعبين قال ان في ان وكيل اجيري يتحكم في اختيارات المنتخب. هل حقق اتحاد الكره في هذا الامر؟ لم يحقق.
هو الحقيقة لما أجيري نفسه اختار أو اتحكم في اختيارات المنتخب كانت النتيجة كده، فمش هتفرق كتير. أنا ما أعتقدش أن وكيل أجيري أقل منه فنيا، يعني ما فيش أقل من أجيري فنيا، رغم أنه طبعا لو بتكلم باحترافية الكلام ده غلط، ولا إزاي الأمور ماشية بالشكل ده. أخيرا البطولة نتفائل بأنها إن شاء الله يبقى في مؤشرات إيجابية في الفترة الجاية، ونشتغل على أنها تكمل بنفس درجة النجاح. إيه المطلوب من كل الناس اللي ليهم علاقة بالبطولة حاليا؟ المطلوب أنا بتمنى تسهيل، يعني عارف ناس كتير جدا عايزه تحضر، وفي بعض الصعوبات في الحضور، ومصر مش موجوده في البطوله. في ناس كتير جدا في مصر بتحب الكوره، في ناس كتير جدا نفسها تحضر وبتحاول ان هي تحضر البطوله. مش وجود منتخب مصر بس، وجود منتخب مصر كان بيديها ثقل عشان او اهميه لينا احنا كمصريين، انما البطوله انت بتنظم اهم حدث عالمي او دولي في افريقيا، كل العالم بيتفرج عليك انت. فكره البطوله دي تحديدا مهمه ليه؟ زمان كان في كل الدوريات الاوروبيه شغاله، في يناير الدوري الانجليزي كان في بعض الناس بتتفرج على مباراه الدوري الانجليزي ويقول مش هسيب مباراه بين تشيلسي وليفربول واتفرج على بطوله امم افريقيا ده هناك ده بره. انما دلوقتي هي الوحيده كانت معكوب بامريكا المتنفس لمحب الكره في العالم المتفرج. فبالتالي انت استقطبت دول بملاعب غايه في الروعه، تصوير غايه في الروعه، سلوك جماهيري غايه في الروعه. احنا كمصر متفائلين او كمصريين متفائلين ان احنا هنستمر في نجاح البطوله لحد الختام باذن الله. باذن الله. بشكرك جدا على وجودك معنا، ان شاء الله المؤشرات تكون ايجابيه، وان احنا نقدر نكمل بنفس القوه زي ما بدانا هذه البطوله، بعيدا عن الحسابات الفنيه الخاصه بمنتخبنا او بالامور الخاصه بمستقبل اتحاد الكره واليات تشكيله في الفتره الجايه، انتخابات او تعيين او اي امور قد تحدث، يعني لن نسبق الاحداث، ولكن ان شاء الله البطوله تستمر، وان ده هو الاهم دلوقتي، ان كلنا نشتغل على نجاح البطوله دي، وعلى الا تتاثر او تقليل اي تاثر الى الحد الأدنى بخروج منتخبنا أو أنه ودع البطولة في هذه المرحلة المبكرة في دور 16. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا شكراً. وعلى هذه الرؤية التحليلية للكثير من الأمور المهمة الخاصة شكراً. بمنتخبنا الوطني وباتحاد الكرة ومستقبل كرة القدم. أستاذ خالد الإتريبي رئيس القسم الرياضي في صحيفة الشروق، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا انتهى هذا الحوار، ولكن ابقوا معنا، فقراتنا مستمرة من خلال الأهلي الليلة. فاصل ونعود، وحوار آخر مع الكابتن ضياء عبد الصمد.